نلاحظ اليوم في عهد هذه الحكومة أن هناك تراجع خطير وخطير جدا مما يدعون إلى القلق من نتائج الاستحقاقات المقبلة. نشاهد في كل درب وفي كل محطة الأموال الحرام توزع، لأن مع الشعب في كل الاستحقاقات التي مضت النقابية والمهنية حزب الاستقلال تصدر الاستحقاقات، ولكن مع حضور الشناقة تتحول النتائج ويصبح الحزب الأخير هو الحزب الأول مع كامل الأسف، مع كامل الأسف. حزبكم صامد أيها الأخوات والإخوة، صامد إلى جانبكم من أجل التغيير المنكر. ولهذا رسالتي من فاس، رسالتي من فاس إلى الحكومة وإلى رئيسها اللي هو في نفس الوقت رئيس لجنة المشرفة على الانتخابات، تنقل له عهدكم فيه تزوير التزوير 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 القبلي مع كامل الأسف. علاش؟ لأن طلبنا كحزب في بداية المناقشة باش تكون لجنة مستقلة تصرف على الانتخابات كباقي الدول الديمقراطية.
طلبنا كذلك باش يكون تصويت بالبطاقة الوطنية باش ما نعمروش هاد اللوائح. وجربنا في الغرف المهنية أن الموتى حاضرين في اللوائح، ولكن الأحياء لما تمشيو يصوتوا تلقاهم تشطب عليهم. اليوم كاينة حملة ممنهجة ضد حزب الاستقلال على المستوى الوطني. اليوم الأخوات والإخوة ديالكم عاد جاو من تاونات، لأن بعض القياد لا في تاونات ولا في مولاي يعقوب ولا في بولمان اللي تيسحبوا الترشيحات من المناضلين ديالنا وتيطلبوا من المناضلين ديالنا باش يتنازلوا على الترشيحات ديالهم لصالح احزاب اخرى. نستنكر ذلك وسنتصدى لكل هذه التصرفات. وتنقول لك السي بن كيران، واش تتبورد غير الشعب؟ وفينا هما هاد القياد؟ فينا هما هاد الناس؟ فينا هي الشكايات ديالنا؟ فينا هما الشكايات اللي تترفعوا؟ ولهذا الديمقراطية نجاهد من أجلها، نكافح من أجلها، نضحي بأنفسنا من أجل الديمقراطية. ولهذا على رئيس الحكومة أن يبادر إلى فتح تحقيق في هذه الاستحقاقات لأنها مصيرية وهي الورش الأكبر في عهد هذه الحكومة.